ارجع لمدام امينه. مدام امينه، اكيد في رساله حضرتك حابه توجهيها النهارده لكل ام من متحدي الاعاقه تتحمل مسؤوليه ابناء في غياب زوج، حضرتك تقولي لها ايه؟ اقول لها اصبري، ولازم يبقى عندك اراده، ومفيش حاجه اسمها مستحيل، ومحتاجين برضك من الدوله بتاعتنا ان هم يدعموهم نفسيا. لان كل ام عندها حد معاق بتبقى نفسيتها تعبانه، فبتحتاج ان حد يتكلم معاها او يوجهها، لان مش كل الامهات زي والده لبنى. يعني والده لبنى تخطت المستحيل. ومش لو كل الامهات عملت كده. انا مع حضرتك، ولكن الام نفسها لما يكون في اعاقه وتتحمل مسؤولية أبناء لوحدها بطولها بالبلدي زي ما بنقول، يعني بتبقى محتاجة إيه؟ حضرتك دلوقتي قولي حتى لو قعدتي في وسط عيلتك زي ما قلتي، يعني بتحتاج إيه؟ بتحتاج الصبر. الصبر ومفوضة أمرها لربنا والصبر، لأن هي ما يعني لا حيلة بيها غير إن هي تصبر، ويبقى عندها إرادة وتعدي بقى بأولادها البر الأمان. ده مفتاح النجاح هو الصبر. طبعا. ممكن تديني فكره كده عن ولاد حضرتك، يعني البنتين والولد؟ البنتين معاهم بكالوريوس تجاره. أيوة. والولد نفس النظام. واحنا جينا لما انا في الهيئه العامه لقصور الثقافه مكتبه. أيوة. دار الياسمينه لذوي الاحتياجات الخاصه. أيوة. كنت النائبه هناك، فكنت بشوف الحالات اللي هي التخاطب وكده، والتخاطب ده غالي جدا على الناس. فانا لما جينا لقينا الموضوع غالي عليهم، فروحت انا اخدت دبلومه وابني وبنتي على اساس ان احنا نعمل مركز تخاطب، ويبقى باجر رمزي او مجانا، لان في ام بيبقى معاها اربعه، في ام معاها اتنين، فالجلسه ب 30 وب 50 وب 100. فساعدته. فبدانا من هنا بقى ان احنا الناس تاخد، لانك حاسه بيهم. انا منهم. فلازم يعني اللي انا ما عرفتش اعمله في مجالي وانا صغيره، او ما اتاحتش الفرصه ان حد يوجهني ليه، ففي ناس كتير قوي استفدتي من حياتك. طبعا. طبعا طبعا. وليكي دور كده مجتمعي على فكره كمان. كبير، مش بس دورك في بيتك مع بنعلمهم الشغل والشغل الحرف البيئيه والحفوم التشكيليه والاكسسوارات. يعني الاكسسوارات دي احنا بنعملها والله لسه كنت هسالك عليها، دي شكلها حلو جدا. ما شاء الله، يعني انا حاسه انها حاجه برضو مميزه. يعني تكلميني كده عن مشروعك ده. بنعمل اكسسوارات والشغل الاشغال اليدويه وملايات. برافو. بنعلم المعاقين نفسهم. كويس. يقعدوا ازاي؟ كل التقدير والله. ما يخليك حضرتك. كنت في يوم من الايام تتمني انك تكون الام المثاليه؟ فكرتي في ده زمان؟ كتير فعلا، واخدتها كذا مره، بس على مستوى الجمهوريه ومستوى اول. يعني دي جديده. وان انا برضك حلمي ان انا اقابل الرئيس، وان هو اللي يكرمني، دي حاجه برضك تتحسب لي طبعا، واحس ان انا فعلا ربنا كافئني بتعبي السنين دي كلها، ان ربنا كافئني بيه. طب مدام دعاء، حضرتك فكرتي انك في يوم من الايام تكوني الام المثاليه؟ اتمنيتيها على مستوى مصر؟ لا خالص. لا، يعني انا يعني كل اللي كان هدفي ان انا يعني اوصل لبناتي البر الامان، انهم يقدروا يواجهوا الحياه في بحيث ان انا اعلمهم سلوكيات حياتيه، يبقوا يقدروا يواجهوا الحياه، خاصه ان هم ما لهمش اخ وما لهمش سند وكده، يبقى كل واحده بنفسها هي سند لنفسها، قائم بذاتها. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. المستوى التعليمي ايه لحضرتك؟ انا دبلوم معلمات الاول، وبعدين عظيم. كملت بقى بعد زوجي ما توفى، خدت ليسانس اداب وتربيه. الله. وبعدين بقى اي دوره تتاح بقى، من بدايه الاي سي دي ال للانت لخط يعني عربي. يعني ما قلتيش ده كفايه عليا حمل للبنات، اروح انا كمان ادرس واتعلم؟ ده انت كمان اتعلمتي وعلمتيهم. نعم. وانا بودي التربيه التنميه البشريه دي، رحت معاها بقيت اوديها، كانت بتيجي القاهره هنا من الغربيه، اجيبها واجي كل جمعه وسبت. شوفي الام المصريه اطلع الجميله، اطلع من بيت 11. ايه الجمال ده. اجي اقعد معاها، الدوره تبدا 3، يكون انا قبل الميعاد، تخلص 8، اقعد معاها. فيعني الدكتوره اللي كانت بتدي سالت مين اللي، قالت لها والدتي، قالت لها تتفضل متعلمه، قالت لها نعم، قالت تتفضل تقعد معانا. قعدت خدت الدوره معاهم،
وخدتها فور فري. عجبني جدا انك ما قلتيش هم بنات والمهم يبقوا كويسين ومعاهم اي شهاده بس يتجوزوا. انت مرشحه التعليم كملت دوري في قبل الحياة اي حاجه. نعم. والتعليم يعني بمراحل اوسع وتبقى وأكبر. لها هدف ولازم تسعى عليه وتحققه وتوصل ليه. يعني يعني بنتي الكبيره اول ما والدها توفى كان في قابلتنا صعوبه يعني انا الحزن بقى وبدايه طبعا خدني لان شاب صغير كده وكانت صدمه كبيره صعب. نسيتها فوجئت بيها مستوى التعليم قال فقت قعدت لها بقى ووديتها الكتاب وهي واخواتها وقعدت لها عدت معاها من الاول تاني بنفسي في البيت والمناهج وكله لغايه ما شدت وبقت حاجه كويسه. دفعتيهم للتعليم ده تفسير يا جماعه ليه الجنه تحت اقدام الامهات. الحمد لله. اللي بعدها جالها دروب في الثانويه ما وصلتش للمجموع اللي هي عايزاه قلت لها مش هنيأس نخش اي كليه وانا معاكي لحد ما تبي احسن حاجه في الدنيا. وقد كان احسن حاجه كمان في كلامكم كلكم واضح انه في ترابط وفي الزمن ده حلو جدا اننا نسمع ان الاخوات كمان حاجه واحده ومع بعض ومتماسكين. البيت يبقى برغم اي ظروف كيان واحد ومفيش الخلافات القويه اللي بنسمع عنها. طبعا خلافات الحياه ده شيء طبيعي. لا فضل ربنا يا رب ربنا والام واخويا ربنا امي واخويا رحمه الله عليها المحبه والنجاح دايما والعمر. والف مبروك كل سنه بارك وحضراتكم عمرك يا بنتي. طيبين استاذه دعاء الف مبروك دعاء مكرم استاذه امينه عبد الحميد الف مبروك استاذه صفاء مصطفى الف مبروك لبنى مصطفى نورتينا ومبروك لماما. حبينا النهارده نقول لكم بس يعني احنا متشكرين جدا ليكم اكيد ولادكم قالوها لكم لكن انتوا كمان امهات وكل ام الحياه بنقول لها شكرا جزيلا على تعبك. احنا عايزين الله يبارك في عمرك عايزين نقول كلمه اتفضل. عايزين نشكر سياده الرئيس ان هو مهتم بالملف بتاع عزول همم وسياده الوزيره اللي هي جت نفذت وفعلت القوانين اللي سياده الرئيس قال عليها لان احنا كنا في دوامة كبيرة. الحمد لله. الحمد لله. ودايما دايما من نجاح لنجاح وشرفتينا يا لبنى. ودايما من نجاح لنجاح يا لبنى.